مبروك يا سعاد، الله يبارك فيك. أنا مش مصدق إني خلاص أنت بقيتي مرتي، ولا أنا مصدقة، بس الحمد لله عدينا بحاجات عفشة كتير، بس أخيرا بقيتي مرتي الحمد لله. هو إحنا هنقعد نتكلم وكده كتير؟ إيه؟ هتقولي إيه؟ قصدك إيه؟ مش فاهم. قصدي إحنا هنقضوا الليلة كلها كده نتكلموا على اللي فات وعلى اللي جاي، عايزين ننجزه. إيه؟ مش فاهم قصدك برضه. يعني ايه مش فاهم قصدي؟ يعني عايزين ناكله صينية الوكل اللي بره دي، اللي فيها بطة وحمام ولحمة وفيها محشي وفيها كفتة. تصدق مين اللي هياكله؟ هنقعد نتكلم كده لحد ما تبرد. واه، هو ده قصدك؟ امال ايه يعني هكون اقصد ايه؟ لا ولا حاجة. يعني انت جعانة دلوقتي؟ جعانة قوي، معرفش ليه امي من الصبح مزنباني. قولي هي العروسة دي كافري؟ مش ممكن تاكل يعني عادي شبه البني ادمين؟ لا تاكل عادي. انت ليه ما اكلتيش يعني؟ قول لأمي الكلام ده من الصبح مزنباني، تقول لي بعدين 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 لما تروحي بيتك وباكلي براحتك. اهدي، مستخسره فيا اللقمه الوليه دي. والله انت مشكله. هروح اجيب صينيه الوكل اللي بره. وتجيب صينيه الوكل ليه على السرير؟ ما احنا نروح لها بره وناكله عادي. انا اعرف يعني ان العرسان بيتعشوا في اوضتهم. ليه طيب؟ ما هي الشقه كبيره ويرمح فيها الخيل، ما نقعد ناكله في اي حته، لازم يعني على السرير لما يتبهدل مين اللي هيغسله؟ والله عندك حق. ماشي، غير هدومك وتعالى عشان ناكله. يا مر عاد، لسه هغير هدومي عشان الفستان بس ما يتبهدلش، الفستان ابيض. فدي عندك حق، خلاص هغير هدومي بسرعه وجايه، بس اوعى تاكل من غيري. لا مش هاكل، ما تخافيش. بقول لك ايه، انا عدى الكفته بالعدد كده واحده واحده، لو نقصت واحده بجد غشيتني. لا ما تخافيش مش هاكل. وبقول لك ايه، شغل لنا التلفزيون عشان نقعد نتفرج النهارده على حاجه وناكله. ماشي ماشي، هسيبك انا اتغير خلقاتك، وانا هاخد حاجه البسها برا. ماشي يلا روح. طب عايزاني اساعدك في حاجه؟ لا مش عايزاك تساعدني في حاجه، يلا روح خلص جعانه. خلاص خلاص بالراحه. ماشي رايح. ده ايه العيله دي؟ اغير خلقاتي بسرعه قبل ما ياكل حاجه ويغشني. حلوه البيجامه البيضة دي ولا غيري والبس حاجه تانية تكون غامقه؟ لا حلو كده. يا سعاد انت بتعمل ايه كل ده؟ الاكل هيبرد. ماشي جايه، اخيرا هاكل. يلا تعالي اقعدي. يلا يا علاء كل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. جميل قوي طعم الوكل، جميل. امي اللي عاملاه، تسلم ايديها. طب يلا كل، مستني ايه؟ ماشي هاكل. كل يا علاء، قدامك اهو في حمام وكفته. ماشي هاكل. الحمد لله خلاص مش قادره دلوقتي، بقى جه وقت الشاي. شاي؟ ماشي اكلت عشان اشيل الصينيه معايا. ايوه الحمد لله شيليها. ماشي دلوقتي جه وقت الشاي. ماشي. ايه يا بنت الناس دي، خامس كوباية شاي نشربوها وبعدين؟ ما انت اللي قاعد ومش عايز تتحرك، هعمل لك ايه؟ ايه ده يعني المشكلة من عندي؟ ايوه المشكلة من عندك. استدق صح، انا اللي ساكت لحد دلوقتي. الحمد لله اخيرا فهمت. طب يلا روح، عايز انام. ايه اروح؟ اروح فين؟ انزل تحت عند امك عشان تنام، وانا كمان عايز انام. انزل فين؟ عند امي؟ ليه؟ هو انا كنت متجوز عشان اروح انام عند امي؟ امال انت عايز تنام فين؟ انام فين يعني؟ هنا في شقتي. خلاص براحتك، نام في شقتك وانا هروح انام عند اختي. يا ده المرار الطافح اللي انا فيه، اختك ايه اللي تنامي عندها يا مجنونه انت؟ امال ايه، عايزه انام انا وانت في شقه واحده؟ يا مري ده ابويا كان يطير رقبتي. يطير رقبتك ايه؟ انا جوزك. جوزك يعني ايه؟ يعني لازم تنام في نفس الشقه؟ ايوه لازم. خلاص يبقى انت تنام هنا وانا اروح انام جوا. ماشي، وعلى الله تتحرك من مكانك. انام هنا ايه يا مجنونه انت؟ انت عايز تجنيني ولا ايه؟ امال عايز تنام فين؟ هنام في الاوضه جوا على السرير. ايه انت فاكرني ايه يا جدع انت؟ انت اتجننت ولا ايه؟ عايز تنام معايا في اوضه واحده؟ لا ده انا اروح بقى اقول لابويا واقول لابوك واعمل لك فضيحه. يا مرار الطافح يما، يا ليلتك السودا يا علاء. انا عارف ان الجوازه دي مخصوص فيه. يا بنت الناس، هي امك ما قالت لكيش حاجه؟ قالت لي طبعا، قالت لي ان انا لازم اخلي بالي من جوزي واكله كويس وارتب بيتي وابقى نظيفه واقول حاضر ونعم، واهو اكلتك وطفحتك شاي، عايز ايه تاني؟ بس هي دي فكرتك عن الجواز؟ امال ايه؟ يا بنت الناس اسمعيني هقول لك ايه بعد، ما تقرب ليش انت فاهم؟ لحسن بص انا بلعب كاراتيه وممكن اكسرك، وممكن اكسر عفش الشقه دي على دماغك كمان. طب وريني هتعملي ايه؟ هصوت واقول بوه والم عليك الناس. هتقولي لهم ايه؟ هقول لهم ان انت ما شفتش تربيه، وان انت قليل الحي، وان انت عايز تبات معايا في شقه واحده. ماشي صوتي وقولي بوه ولم الناس وقولي لهم اللي انت بتقولي عليه دي، عشان يقولوا عليك ان انت مجنونه وهبله. لا مش هيقولوا عليا كده. يعني انت عايزه ايه دلوقتي يا بنت الناس؟ عايزاك تاخد بعضك وتروح تنام عند امك. انت عايزه تجيبي لي العار؟ انت عايزه الناس تتكلم عليا؟ يعني انت مش هتمشي؟
مش همشي، وريني اللي عندك. ماشي. راحت فين بنت المجنونة دي؟ ايه اللي في ايدك ده يا بنت المجنونة؟ ماشي انا هوريك. امك موجودة؟ هو راح فين؟ اكيد خاف مني ومشي. ابويا قال لي لازم تحمي نفسك ولازم تبقي راجل، وهو ثبت له ان انا راجل عشان ما تخافش علي تاني يابا، هشرفك وسط الناس. يا مري ايه اللي في ايدك ده؟ ما انتي مش هينفع معاكي غير كده. قربي وارمي اللي في ايدك ده وارفع ايدك. اهو رفعت ايدي. عايز ايه؟ عايزك تسمعي الكلام واللي اقول لك عليه تعمليه، وصوتك ما يعلاش عليا تاني ولا تمدي ايدك عليا. انت مديتي ايدك وبس، ده انت مديتي العصايه، ده انت فضحتيني. هطلع ازاي بوشي ده؟ انا اسفه ما كانش قصدي، والله والله لو اوريكي. حقك علي، حقك علي، مش هعمل كده تاني، بس انا اتخضيت. مفيش الكلام ده، مفيش حقك عليا ولا الكلام اللهبل اللي بتضحك عليا بيه. علاء القديم ده تنسيه؟ حاضر نسيته. عجبك كده يا عم الحاج؟ والله هتروحي مني فين يعني؟ انت اسمك ايه؟ افتح الباب. احب على ايدك. انا اسفه، سيبني عيش، انا لسه صغيره ولسه متجوزه، ما لحقتش افرح. والله ما انا سايبك وهعلمك الادب من اول وجديد. بص خلاص احنا نبدا من اول وجديد وكاني ما فيش حاجه حصلت. ماشي حصل خير وحقك علي واني اسفه. ماشي افتحي. ماشي هفتح. خلاص سمحتني يا مري، فتحت لي دماغي. حرام عليك، ما انا قلت لك حقك علي. ما فيش الكلام ده، انا لازم اخد طاري. طب كفايه لحد كده، احب على ايدك. ماشي اهلك جم يا ست سعاد، هنعملوا ايه دلوقتي؟ هنطلعوا لهم ازاي باللي في خلقتنا ده؟ ما عرفاش منك لله يا بعيدي، هتخلي شكلنا زباله دلوقتي، هيقولوا علينا ايه؟ ما قلت لك حقك علي عاد، واعمل ايه بحقك علي دي؟ ده انا الناس كلها تاكل وشي، ده انا الناس كلها تمسخرني. معلش شي، تعال ننزلوا دلوقتي ونبقى نقول لهم بقى ايه، ان احنا وقعنا ولا حاجه. احنا الاثنين وقعنا وتعورنا في وشنا؟ طب اعمل لك ايه دلوقتي عاد؟ ما تعمليش حاجه، ما تعمليش. روحي غيري خلقاتك، وانا هغير خلقاتي اما نشوف الليله دي. ماشي. كان جوازة مهببة. ليه كده يا علاء؟ انت نسيت كل كلامك. نسيته. هو ماله متعصب كده ليه؟ هو انا عملت له حاجة؟ ايه الرجالة ذي؟ مهما الواحدة تعمل برضو ما فيش فايدة. يا ساتر. خلص بسرعة قبل ما يطلعوا. واه حاضر. صوتك ما يعلاش يا بنت انتي. حاضر يا علاء، كده كويس. ماشي. يزيد فضلك. ايه العرايس صحيوا؟ ما عرفاش والله، تعالوا نشوفوهم اكيد صحيوا. وليه كده تعبين نفسكم جايبين كل ده؟ ما فيش تعب ولا حاجه يا حجه، ده فضلت خيركم. ربنا يخليك يا حاجه وتعيش وتجيب. ازيك يا بنتي يا هانم، وعيالك عاملين ايه؟ كويسين يما بخير، انت عامله ايه؟ رايق الحمد لله. هي فين جدتي؟ نايمه، ما رضيتش تصحى معاني. شويه كده بقى شيء اي حد يجيبها. ماشي تفضلوا، تعالوا نطلع شقه العروسه. ماشي. هو انتوا داخلين مسابقه للزغاريت؟ ايوه يا ولدي. ايه رايك مين احسن واحده بالزغاريت؟ لا لا انا ما اتحطش في الحته دي خالص، وزعل حد مني، كلكم كويسين. يا ناصح انت، اتفضل يا عمي. ازيد فضلك يا ولدي، ابوك فين؟ قاعد جوا في المنظره، معلش مش قادر يجو. عادي يا ولدي خليه قاعد مستريح، انا رايح اسلم عليه. ماشي يا عمي اتفضل. اتفضل يا ام العروسه. بنتي سعديه اطلعي هات الحاجات اللي برا دي. ماشي يا حجة. مين؟ افتحي عروسة. ماشي روح افتحي علاء. لا روح انتي، ما يصحش، لازم الرجل هو اللي يفتح. ماشي امر لله. ايه ده يا ولدي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل في وشك ده؟ مفيش يما ادخلي، مفيش حاجة يا عمتي. في ايه يا ولدي؟ ايه اللي حصل؟ قولي يا علاء ايه اللي حصل لك يا ولدي؟ ايه يا جماعة ما تتخضوش، مفيش حاجة، ده انا كنت بس ماشي كده فزحلط وقعت على وشي اتعورت. الف سلامة عليك يا ولدي، خلي بالك. الف سلامة عليك يا نظري، اكيد حسدوك. ايوه هم حسدوني. فين العروس عشان تفطر؟ والفطير سخن. جوا. يا سعاد تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مري يا مري في ايه؟ انتوا مالكم كده؟ مفيش انا وقعت برضه. كيف يعني انتوا الاثنين وقعتوا؟ انا رايح اشوف عمي وابوي. استنى يا ولدي، في ايه يا سعاد؟ قولي يا بت. ماشي انا هقول لكم.
يا مري، ايه اللي انت عملتيه ده يا بنت؟ هو انا كده غلطانه؟ يا لهو عليك يا سعاد. تعالي تعالي يا بنت، اقعدي جنبي عشان افهمك. فهمتي يا بنتي؟ يعني كده فهمت شويه. ركزي ركزي يا بنت الجزمه. طه يما، هو انا عملت حاجه غلط؟ هو انت عملتي حاجه صح اصلا؟ اسمعي كلام عمتك يا سعاد وركزي. ماشي. معلش يا بنتي، كلنا كنا كده. ايوه يا عمتي، انت بتفهميني بالراحه، لكن مرات ابويا دي بصي بصالي كيف؟ عشان متغاظه منك نفسي كده جيبك من شعرك. في ايه؟ هو انا عملت حاجه يعني اضربك يا بنتي بالمركوب؟ امال اللي انت عملتيه ده ايه؟ صح. خلاص خلاص يا ام هانم اقعدي، انا بتكلم معاها هو بالراحه، فهمي. ده جاموسه، ده بهيمه، مش بتفهم. ربنا يسامحك. مش انا قلت لك اسبوع واحد بس وترجعي لي. اتهريني طلعت غلطانه اهو، من تاني يوم هترجعي. اقعد يا ام هانم، ما فيش حاجه، ان شاء الله خير. ان شاء الله. هروح اعمل لكم شاي. اقعدي، مش عايزين حاجه منك. اتنيل افطري، ونادي الواد خليه يفطر. يا عيني عليك يا علاء وعلى بختك المنيل. وبعدين عاد، وكمان مش عاجبك؟ مش عاجبك يا بنت؟ خلاص يما اقعدي، هي مش فاهمه حاجه برضو. حتى لو مش فاهمه اتعوروا ليه؟ يعني انا غلطانه ان انا كنت عايزه ارفع راس ابوي؟ ترفع راس ابوك ايه يا بنت المحروق؟ انت مجنونه يا بنت؟ اتعوري العريس وتقولي لي عايزه ارفع راس ابوي؟ امسك زماره رقبتك دي اموتك يا بنت. بس في حاجه سيبيهي، دي هتجنني، هتجيب لي بصي جلطه. بعد الشر عليك يما، خلاص سيبيهي هنفهمها. سيبيني انت مصدقتي؟ اقول لك بصي، خلي عمتك تفهمك، انا ماشيه، انا عندي المراره يا بنتي والسكر ومش ناقصه. سلام عليكم. وعليكم السلام. استني بس يا ام هانم. هانم يا بنتي روحي ورا امك، خليها تستنى. ماشي يا عمتي. ما تخافيش يا بنتي، واحده واحده كده انا هفهمك على كل حاجه. ماشي يا عمتي. بعد شهر من الجواز، شفتي جبتك الغردقه اهو زي ما وعدتك. ربنا يخليك، حلوه قوي الغردقه دي. ايوه فعلا جميله، والبحر بتاعها كده رايق. انت تعرف يا علاء البلد دي كان اسمها ايه زمان؟ لا كان اسمها ايه؟ كان اسمها هي الغاده، وكمان بيقولوا ان الاسم ده اسم نبات اسمه الغردق، اللي هو معروف باسم عنب الديب او فيروز الشيطان. هو نبات كده بينمو طبيعي في ايه، في الصحراء، وبعدين طوروا الاسم وخلوه الغردقه. ونشأت مدينه الغردقه عام 1905، وساعتها ما كانش فيها غير بيوت قديمه كده وايه بيسكنها البدو، وكانوا مشهورين ان هم بيصيدوا السمك واللولي. والمدينه كانت واخده الطبع البدوي ايه المستمر حتى الان. وفي عهد الملك فاروق تم تشييد استراحه استجمام، وتحولت بعد التأميم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر الى مبنى نادي قوات المسلحه للرياضه المائيه. وبدت الغردقه دي مزار سياحي، واكتشف كمان فيها البترول عام 1913، وبدأ إنتاج الفعل والتصدير في عام 1921، وكانت شركة أبار الزيوت الإنجليزية المصرية المتحدة من أوالي الشركات التي بدأت في إنتاج النفط. وفي عام 1972 حاولت القوات الإسرائيلية احتلال جزيرة شدوان، إلا أن رجال القوات المسلحة المصرية تصدوا لهم، واستطاعوا هزيمتهم وطردهم من الجزيرة خلال ساعات، وبقى معروف بمعركة شدوان، وده التاريخ اللي بيحتفل بيه محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي. ما شاء الله معلومات جميلة، والقعدة هنا حلوة قوي. أي والله، تعالي بينا نتمشوا. ماشي. بقول لك ايه، بعد ما نقعد شوية على البحر عايزين نروح حي الدهر. في ايه الحي ده؟ فيه منطقة شعبية فيها ايه الحياة المصرية التقليدية بالطابع البدوي، وكمان فيها سوق وفيها محلات وفيها سوق سمك، وفيها بس طرق سياحية، وفيها ممشى نحنا نمشي فيه، وطرق وهضبة وطريق ومطار وكل حاجة. وبالليل كده نبقى نروح حي السقالة. وفيه ايه الحي ده كمان؟ ده بقى فيه المبنى القديم اللي بيمثل الرقعة السياحية بالمدينة، وايه وهناك في حاجات كمان، في فنادق ومحلات وكمان مراكز تسويق ونوادي ومطاعم، وايه بتبقى موجوده لحد بعد نص الليل. طب كويس نروحو. كمان نروحو حي الاحياء. ايه هو ايه ده كمان؟ ده بقى حي جديد، بس ايه متوقعين ان هو هيبقى حته من اهم المناطق السياحيه في المستقبل، عشان فيه منتجعات سياحيه كتير تحت التاسيس. كويس والله، بس ده لسه تحت التاسيس، نروحو ليه؟ نتفرجوا عليه. ماشي يا ستي. مبسوطه يا سعاد؟ مبسوطه قوي قوي، القعده هنا حلوه قوي. ولسه كمان لما نروح الجزر. جزر يعني ايه؟ دي بقى منطقة فيها جزر كثيرة، وفيها كمان منتجعات سياحية، وفيها كمان أماكن للغطس. ماشي يا ستي. عارف أحلى حاجة في الغردقة إيه؟ إيه؟ إنها بتتمتع بدرجة حرارة معتدلة طول العام، يعني في النهار بيبقى الجو حر كده شوية، إنما بالليل الجو بيبقى بارد.
واقصى درجات البروده 18 درجه مئويه. ده حلو قوي. بقول لك ايه، ما تيجي نتفسح جوه البحر شويه؟ ماشي يلا بينا. حلو قوي والله، ما عايز اروح من هنا. استدقي وانا كمان، القعده هنا حلوه ورايقه. يا سلام لو الواحد يعيش هنا على طول. اه والله، بس ما نقدروش برضو نبعد عن اهلنا. اكيد، بس بسمتك مش القعده هنا رايقه؟ رايقه قوي. بقول لك ايه، كل سنه ابقى جيبني هنا. ان شاء الله نيجي المره الجايه ومعانا عيالنا. ان شاء الله. بس انت مستعجل كده ليه؟ والله الناس كلها بتتجوز عشان تخلف يعني. اه مش كلهم يعني، انا عايز اقعد رايقه كده شويه، مش عايز اشيل المسؤوليه على طول. الخلفه دي مسؤوليه. ماشي، بس العيال عزوه برضو وحاجه جميله. ايوه حلوين وكله تمام، بس مش دلوقتي، خلينا قاعدين كده لحالنا شويه. وبعدين انا لحد دلوقتي انا مش مصدق ان انا بقيت واحده متجوزه وممكن ابقى ام، يعني اديني فرصه يعني اصدق الموضوع. انا حاسه ان انا لسه عيله. انت فاكره اول يوم؟ ما تفكرنيش، دمي كانت هتموتني. ايوه، ما انت خرشمتي لي وشي. ما انت كمان خرشمت لي وشي، مش انا الوحده اللي مجنونه، انت كمان طلعت اجن مني. ده انت مسكت لي البندقيه. ما انت جننتيني، اعمل لك ايه؟ ماشي، بعد كده الواحد يخاف منك. لا مش قوي كده، خلي بالك اوعي تقعي. لا ما تخافش علي، المهم الجمل ده ما يقومش. لا ما تخافيش. بقول لك ايه، ما شوف لنا واحد مصور كده يجي ياخد لنا تصويري انا وانت عشان نوروها هناك للحبايب. ماشي هشوف اي حد هنا. متشكرين الف شكر، هاجي عد عليك بعد ساعتين كده عشان اخد الصور. تحت امرك. ايه رايك نروح حته تاني؟ ماشي. الفسحه كانت جميله قوي، واحلى حاجه ان انت معايا وانت كمان معايا، احلى حاجه حصلت لي في حياتي. يلا بينا عاد نروح اللقندة، جعانه قوي. انت على طول كده جعانه؟ فاكره اول يوم جواز برضو كنت جعانه وخلصت على الوكل كله. واه عايز نموت من الجوع يعني؟ لا بعد الشر عليكي، تعالي يا ستي كل اللي انت عايزاه، وبعدين نروح نسهر في حته تاني بالليل. ماشي، ناكل الاول وغير خلقاتي ونقعد نستريح شويه وبعدين ننزل نتمشى تاني. ماشي اللي انت عايزاه. يلا بيني. ده ايه الحلاوه دي؟ اي والله الغردقه دي جميله قوي، انا مش مصدقه ان الاماكن الحلوه دي في بلدنا. لا خلي بالك احنا بلدنا جميله قوي وفيها اماكن جميله. انت هتقولي ما انا عارفه كل حاجه. ده احنا عندنا مناطق سياحيه جميله، عندك الغردقه واسوان واللوكسور وكمان الاسكندريه والقاهره وكمان كفر الشيخ وشرم الشيخ وكل البلاد، كل بلد فيها حاجه حلوه. معقوله نسيبوا البلاد الحلوه دي اللي فيها حاجات جميله ونروح برا؟ دي الناس عارفه قيمه بلدنا اكتر منيني، بيجوها من اخر الدنيا عشان يزوروها. اي والله صح، واحنا اللي عايشين فيه بنكسله ونقعد مكاننا وما نشوفوش ونتمتعه ببلدنا الجميله والاماكن الحلوه اللي فيه والبحور والاثارات. شايف شايف البلد منوره ازاي ونظيفه؟ والله انا ما كنتش عارف ان الغردقه جميله قوي كده. دي جميله قوي وهواها كده حلو ويرد الروح، يعني صيف شتاء الجو بتاعها جميل، وده اللي مش موجود في اي حته تاني. وناسها طيبين وبحرها كده صافي وميته نظيفه ولونها ازرق كده وجميله. وفي البلد دي فيها اماكن كثيره قوي للفسح وللمشي وللجاري وللعب وللاكل وكل حاجه. شايف شايف يا علاء؟ لا حاسس، حاسس بنسمه الهوا كده، حاسس بالروقان. حاسس والله وحاسس من كتر الهوا الحلو دي عايزه انام. لا فوق لسه، هنروح نقعد في مطعم كده حلو نتعشى على البحر كده. ماشي، وبكره ان شاء الله من الصبح بدري ننزل على السوق ونجيب هدايا كده للحبايب. ان شاء الله. ماشي يلا بينا نروح نتعشى وبعدين نروح ننام عشان نصحى بدري. وامان عليك كل سنه او كل ما تبقى فاضي وديني بلد من بلادنا الحلوه دي نتفسحوا كده ونشوفوها ونشوف جمالها ونحس بيها. انا عايزه اروح المره الجايه شرم الشيخ. ماشي يا ستي، السنه الجايه ان شاء الله هفسحك فيها، بس تجيبني هنا كمان تاني. هجيبك يا ستي هنا وهوديك في كل مكان. ماشي ربنا يخليك لي، ما تحرمش منك. ونصيحه مني لاصحابي الحلوين، لو عايزين تتفسحوا في العيد روحوا الغردقه، هتعجبكم قوي وهتقضوا كم يوم حلوين، هتنسوا كل هموم الدنيا وهتشموا شويه هوا يرد الروح. ليه تروحوا برا لما جوا في كل حاجه؟ وبلدنا احلى بلد، وحبايب اللي برا لو عايزين مكان حلو تعالوا برضو بلدنا، هتلاقوا فيها كل حاجه حلوه، واحنا هنحطكم جوا عنينا. يلا عادي علاء عشان جعانه قوي، نقعدوا كده على البحر ونتعشوا ونسمع اغاني هاديه ونشموا هوا جميل.